السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يكون الفيديو عن المنتخب السنغالي. منذ قليل اعلن اليو سي سي القائمة الرسمية اللي هتشارك في كاس العالم 2022 قطر. فدلوقتي هنتكلم عن القائمة الرسمية اللي هتشارك، يلا بينا نبتدي الفيديو. عندنا في حراسة المرمى ادوارد ميندي، وعندنا الفريد جوميز، وعندنا كمان سيني ديانج. عندنا في خط الدفاع كاليدو كوليبالي، وعندنا عبدو ديالو، وعندنا يوسف سبالي، وعندنا فودي بالو توري، وعندنا بابي ابو سيسي، وعندنا كمان اسماعيل جاكوبس، وعندنا كمان فورموسي ميندي. فبكده نكون اتكلمنا عن الحراس والمدافعين. خط وسط الملعب عندنا ادريس جانا جاي، وعندنا شيخو كوياتي، وعندنا كمان نامفليس ميندي، وعندنا كريبن دياتا، وبابا جاي، وعندنا كمان بابا مطر صار، وعندنا كمان باثي سيس، وعندنا مصطفى نامي، وعندنا كمان لوم اندياي. كده نكون اتكلمنا عن خط وسط الملعب. كل الشكوك بقى اللي كانت عند ساديو ماني هيلعب في كاس العالم ولا مش هيلعب. فعندنا في خط الهجوم على القائمة المتصدر في قائمة المهاجمين هو ساديو ماني، هيشارك في كاس العالم رسميا 2022 قطر. يبقى ساديو ماني، وعندنا اسماعيل صار، وعندنا بولاي ديا، وعندنا بامبا ديانج، وعندنا كمان فامارا ديديو، وعندنا نيكولاس جاكسون، وعندنا إليمان اندياي. فبكده يكون اليو سي سي اختار القائمة الرسمية اللي هتشارك في كاس العالم 2022 قطر، طبعا للمنتخب السنغالي. فبكده يكون فيديو النهاردة عن القائمة الرسمية للمنتخب السنغالي اللي هتشارك في كاس العالم 2022 قطر. فيارب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى لايك والشير والسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.